الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شركة شندي يقندي يقلوشتون دوق شركة جيم شركة. الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة إذا مات عليه ولم يتب فهو مخلد خلود أبدي في النار. شرك أكبر دينا توبة تديج ويل والتقى دائما جوجة شرطة أرى تولش وغر والشون. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة خليلي الله وچن قيچن حاجن خلاحة إذا شرك أكبر دون السجود لغير الله سجود خليلي قيچن الله وچن الطواف حول القبور طواف ديش خليلي كشنشن حالا الذبح لأصحاب القبور اتكشنش بولچن تان ذاب تان غرب دير خليلي لو نذر لأصحاب القبور يتان نذر در يتان دوش دلر چاغو ير خليلي دعاهم من دون الله يتاك دعا در خليل سوى الله وچن فكل عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة تعبادة أحقيتشن حاجدح الله وجن إذا شرك أكبر. دون. لو رفع أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم أولي من الأولياء الصالحين مرتبة جبار السماوات والأرض هذا كفر أكبر. أق ملخ بيمر خليلي يا مليك خليلي الله يدرج عش حلبوخش بلاحة تير تختاني عي نسبيش بلاح إذا شرك أكبر دوم.